قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أو تقول لو أن الله